ما نستنى شوية، احنا مستعجلين على ايه؟ بابا انت مقتنع بالكلام ده؟ هو محمود مش بيقول انه بيحبها؟ خلاص يثبت الكلام ده. يثبته بايه اكتر من اللي عمله؟ ضيفة حلقتنا النهاردة هي الفنانة المعتزلة فاطمة مظهر. اسمها الحقيقي فاطمة أحمد مظهر، ولدت في 2 يونيو عام 1943 بالقاهرة، وهي أخت غير شقيقة للفنان الراحل الكبير أحمد مظهر، وتصغره بنحو 26 عام. تخرجت فاطمة من كلية الأداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة، ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية. أحبت الفن منذ طفولتها، ولكن رفضت عائلتها دخولها الوسط الفني إلا بعد الانتهاء من جميع مراحل دراستها. رفض الفنان أحمد مظهر والذي تولى تربية شقيقته خوضها تجربة التمثيل، مبررا موقفه بأنها ما زالت صغيرة جدا، حيث كان حريصا على مستقبلها التعليمي. وتحدثت الفنانة المعتزلة فاطمة مظهر عام 1972 في تصريح صحفي لها إنها عرفت إن الفنان الكبير أحمد مظهر أخيها الكبير كان محقا حين حاول منعها من التمثيل قبل الانتهاء من دراستها، حيث رأت الفرحة عارمة في عين أخوها، وغير أحمد مظهر رأيه وتركها تخوض التجربة كما تحب، وأدركت من حينها أهمية التعليم ومدى حب شقيقها لها. بدأت مشوارها الفني من بوابة الإذاعة والسهرات التلفزيونية، حيث شاركت في العديد والعديد من المسلسلات الإذاعية، كان أبرزها وعاد نور القمر، وكان زواجا سعيدا، واحدة بواحدة، هذا الحب هل يموت، مراتي عاقلة، قلوب من ذهب، قارئة الفنجال، عصر الحب، عصافير الجبل، عبقري زمانه، بنات الأصول، الأم والأرض، أغرب القضايا. كما شاركت الفنانة المعتزلة فاطمة مظهر في عدد كبير من الأفلام السينمائية في حقبة السبعينات وحتى فترة التسعينات وقبل إعلان اعتزالها، ومنها أسرار البنات، شياطين البحر، السلم الخلفي، أبناء للبيع، الأحضان الدافئة، بائعة الحب، المنحرفون، بص شوف سكر بتعمل إيه، الاتحاد النسائي، الأسطى المدير. كما قدمت عدد من المسلسلات الدرامية أشهرها أبناء الأعزاء شكرا، الحب الكبير، أحلام الشباب، اللعب في الوقت الضائع، أهل الطريق، الطوفان، موعد مع الغائب، كنوز لا تضيع، القضاء في الإسلام، عطشان يا صبايا، برج الأكابر، بين السرايات، من أجل ولدي، الشاطئ المهجور، القاهرة والناس، حب وكبرياء. كان آخر ظهور فني للفنانة المعتزلة فاطمة مظهر هو مشاركتها بمسلسل الماضي يعود الآن بطولة الفنانة عبلة كامل والفنان يوسف شعبان والفنانة رانيا فريد شوقي، ولكنها بعدها اعتزلت الفن تماما، وأكدت أنها ابتعدت عن مجال التمثيل بإرادتها، وليس نادمة على اتخاذ قرار اعتزالها مجال التمثيل لأنها اتخذته في الوقت المناسب، مؤكدة أن قرار اعتزالها هو حال نجوم كبار كثيرون غيرها، لأنها حريصة دائما على الاحتفاظ بمشوارها الفني، ولا يمكن أن تتنازل عن مبادئها وتقدم أي أدوار غير هادفة تصب في مصلحة جمهورها ولا تتناسب مع تاريخها الفني.